ضربني لوجهي، خسر لي وجهي، ضربني واحد النهار فاش خسر لي وجهي، هرس لي نيفي، مشيت ديكراريت وباغي يقتلني، كتتهدد عليا بالقاتل، تهز عليا مطرقه، يهز عليا الحديده، يتبعني في الطريق. الحمد لله ما حملتش معاه، بقيت معاه شهرين حتى نشوفو مبغا يتحرك، مبغا يدير حتى شي حل، يمشي يخدم، صافي باغي عيب شي القهوه وصافي ويجي عندي، يستغني جنسيا حيت ما انا داير ذاك العقد، هذا هو اللي عتساليني انايا مني. ما عرفتش لو نخدم عليك لا على ولادك، وشنو انايا ماشي تزوجت بيه على وديت باش انا نلبي الرغبه ديالي، حضيت راسي والله ربي ما حشمنيش، نزيد نكمل ليا اللي باقي تا هو يزيد ليا شي ولد ولا جوج ولا اربعه ولا ما نعرف. والحمد لله على كل حال تزوجت بالفاتحه في الاول، وضلنا الفاتحه حنا العائله ديالنا مع العائله ديال الراجل ديالي، ومشيت قالوا لي تمشي معنا تولفينا، تجلسي معنا، جلست معاهم مادام هي شويه في دوك الايام، جلست معاهم السيد صافي قيار انا وياك بحال المراه مع الراجل ديالها، ماشي مشكل، واخا دابا نديرو واخا ما كاينش لا اوراق لا قيه، ما تخافيش حنا العائله كلشي عارف. وهادي انا صافي استسلمت، كنت باقا صغيره، كانت عندي 17 ونص عام، وثقت، قلت زعما صافي ما عنديش على ما نخاف، كلشي عارف، الناس عارفين هذا، ومادام وقع المشكل انا وياه ولدت صافي بقيت هكاك، ما يمكنش نديرو ما يمكنش نديرو العقد تما، خاصنا توب الزوجيه، ما يمكنش نديرو العقد العادي. اضطرينا جمعنا الوريقات، قلنا بان انا المراه ديالو وهذا توب الزوجيه، مشينا تفعنا، ما تحكمات ليناش في الاول، ما حضرناش واحد الجلسه، ما حضرناش لواحد الجلسه، ورفضوا لنا الملف، ومن بعد ثاني ما رجعناش، ما عاودناش من جديد. صافي كانوا المشاكل انا وياه ديما مخاصمين، تيضربني كل مره نصبر تنمشي نغضب ترجع، تيقول لي والدي عير رجعي، انت درتي هادشي لراسك، حنا ما عندنا ما نديرو لك، رجعي صبري. صافي ترجع عاوتاني تنحمل مره ثانيه كذلك، عاوتاني بقيت هكاك بلا اوراق، تيقول لي دابا غدا غد ليه، انا قدام، انا ما عنديش دابا هاد الوقت، وشنو عاوتاني سلخني، ودات زادت عندي البنت، بقات يسلخ فيا وصافي وحقرني، ما قدتش انا عندي حتى شي حل، غير نبقى معاه نكمل تنشوف شنو فين نوصل انا وياه. ومن بعد عاوتاني بقيت تنخرج انا نعاون راسي وعلى ولادي، بقيت تنخرج تنخدم في قهاوي، خدمت في مطاعم، تنتعرض للتحرش، تنشوف راسي تنتزير، صافي جاني الانهيار العصبي، وليت تنتعصب، ما بقيتش تنفكر مزيان، وتيجي تيقول لي شنو هادشي وعلاش تمشي تخدمي، هو ما تيخليني بعض المرات بالجوع، وتيقول لي علاش تمشي تخدمي وعلاش ويتبعني وبغي يضربني، تنقول لي انت ما تصرفش عليا، تمشي عي القهوه تضيعوا معايا في القهوه ولا التيرسي ولا هذا، انا مالي، انا ولادي ما نوكلهمش، ما نجيب لهمش ليكوش، وتي صافي وتخاصمنا، ومشيت عاوتاني خرجت من الدار، فكرت عندي البنت عندي يلاه شي عام وكاك، مشيت لدارنا جلست شي عامين وانا جالسه معاهم تنخرج نخدم وهذا، وكانوا شادين ليا البنت الثانيه، ايوا وفي الاخر ردني قياش نديرو بعدا الوراق وعاد نشوفو شنو غنديرو الحل ديالنا. عاوتاني رجعت وبقيت معاه وكاك مدارزه معاه، غد لي غنديروا العقد، نديروا التثبت الزوجيه، وكا يبقى عاوتاني يستغلني، وانا بقيت عاوتاني ثقت فيه، وزدنا البنت الثانيه الثالثه، صافي باش كنت حامله بالبنت الثالثه خرجت في حالي، صافي هذيك هي اخر رجوع عندو، وكان تيتبعني في الطريق وضربني، تكرفص عليا، كان يخسر لي وجهي، كان تضربني بالحجر في وجهي، واحد المره تعرض لي لقاني غاده خدامه، قال لي خارجه، تيقولوا لي الناس راه قالها خارجه ما مزياناش، راه تدير تتفعل، وحقد عليا وصافي وباغي يقتلني، كتتهدد عليا بالقاتل، تهز عليا مطرقه، يهز عليا الحديده، يتبعني في الطريق. وبعدين بعد صافي بقيت هكاك، ضربني واحد النهار صافي خسر لي وجهي، هرس لي نيفي، مشيت ديكراريت،
وكان صافي قالوا لنا واش ما ديروش العقد، قلت لي ما دايرش، قالوا لنا دابا شنو غديروا، واش تكملوا العقد ديالكم ولا شنو غديروا دابا؟ قلت لهم انا غنتنازل في كل شيء في حقي كامل وفعلى ولادي وعلى هو يا شك فيا، تيقول لي انا يا ولادي البنات الاخرين ماشي 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 ولادي. قال لي انا ما نقدرش ندير معك حتى شي حل. كان عيط شد في الحبس وسمحت ليه، ضربني لوجهي، خسر لي وجهي، كان خاصني ندير عمليه النيفي، ما مشيت غير تنطلب الناس وتنترجى الناس باش يديروا لي هذيك عمليه النيفي، كاع خسروا لي وسدت العمليه رجعته. وكان كان بغى يتشد في الحبس وكان يهددني، قال لي الا دخلت الحبس غنخرج وغندير لك غنقتلك، الا ما سمحتيش غنخرج وغنقتلك. قلت زعما من احسن ندير فيه الخير على ودي هذوك الاولاد، ربما يتقى الله ويهديه الله. وكان هددني باش نسمح ليه، وانا على ولدي هذوك الاولاد اللي سمح لي ما غاديش، انا غادي راه القانون كاين، ماشي الحمد لله راه كاين القانون. سمحت ليه صافي، ديك العقد ما تكملش، هادو ما وقفوش معانا البوليس، قلنا خصكم نتوما تحيدوا زعما تفكوا المشكل ديالكم وتكملوا وريقاتكم ولا صافي ديروا حل راسكم. صافي سمحت ليه، خرجنا انا صافي اضطريت نهز من ديك البلاصه، نمشي نبعد من ديك البلاصه، مشيت كريت فواحد الجهه، هزيت ولادي ما بقيتش في دارنا، ما بقيتش حتى شي بلاصه اللي قريبه ليه باش ما يزيد باش ما يفكرش ينتقم ولا يحيد ليا ولادي ولا هذا. صافي هزيت ولادي مشيت كريت، وعاونوني الناس اللي عرفوني شنو وقع ليا واللي سمعوا شنو عندي المشكل واللي عاودت ليهم، وكريت وعاونوني شي ناس الحمد لله. وفي الاخر انا سمحت لي، قلت لي إيه بعد مني ما ندير معك العقد لا والو لا تبوز لا ولا شي، الله يسهل عليك. والولاد ما اصلا ما قادش عليهم، ما تتصرفش عليهم، قلت لي خليني نهز ولادي على خير وبخير. صافي صافي من تما هو ما عرف شنو تيدير، الله اعلم. الان ما شفتوش هز راسه هو، الله اعلم فين مشى. كنت نخدم في واحد القهوه تنسربي، وتلاقيت سيد كان تيتقهوى تمايا، قال لي انا يا راه بغيتك الحلال، وقلت لي انا راه عندي وليداتي كنت مزوجه بالفاتحه، قال لي ماشي مشكل، قال لي نتزوجوا على طلعت الله ورسولي، قال لي انا راه نتعاون معاك ومع انا يا وخا، قال لي في الاول نتعرف عليك بعدا وهذا، انا ما خليتش ما خليتليش من يدوز باش يمكن يستغني ولا هذا، قال لي جاني ليه شي المعقول. صافي درت معاه العقد وتزوجنا، وكان هو والدي بعاد عليه، تزوجنا غير انا وياه راس في الراس، ما حضروا العائله، انا ما حضرت حتى شي واحد من العائله ديالي، تزوجنا غير هكاك، قلت زعما يتعاون معايا ونتعاون يكمل معايا ويتعاون معايا على وليدات وعلى الزمان الساعة، وايا ما بغى لا خدم لا والو، باغا يجلس. صافي لقى المراه فابور، بقى كلشي فابور، جلس فابور، قال لي انايا نبقى انا جالس في الدار، نمشي على القهوه نبقى انايا نقابل لك الولاد. قلت لي هذاك الشيء ما مسلكنيش، انا خاص تعاون راسك وتعاوني حتى انايا، انا ما غاديش نحتاج غير راجل يكون في جنبي، انا خاصي لي يعاوني على الزمان، الظروف صعابت، ما يمكنش انا نتحمل الولاد ونتحملك حتى نتايا. صافي من بعد قلت لي الا بقينا هكا انا غادي نهز راسي وما غاديش ما تعرفش من دز، وصافي وغتبقى معلق. قال من الحل الواحد هو، قلت لي غنديروا هذا الطلاق اتفاقي، كل واحد الله يسهل عليه. الحمد لله ما حملتش معاه، بقيت معاه شهرين تنشوفو ما بغاش يتحرك، ما بغى يدير حتى شي حل يمشي يخدم، صافي باغي غير يمشي القهوه وصافي ويجي عندي كل مره زعما تيبغي عاي يبقى وياكل، يلقى فيا ما نعطيه ولا ندور معاه، صافي هو ما باغي لا يخدم لا والو، يستغني جنسيا حيت ما راه انا داير بك العقد، هذا هو اللي عتساليني انايا مني، ما نقدرش لا نخدم عليك لا على ولادك. وشنو انايا ماشي تزوجت بيه على وديت باش انا نلبي الرغبه ديالي، انا تزوجت باش يتعاون معايا ولا على الظروف الصعبه اللي انا فيها. والحمد لله بعد ما حملتش
حديت راسي والله ربي ما حشمنيش نزيد نكمل ليا اللي باقي حتى هو يزيد ليا شي ولد ولا جوج ولا اربعه ولا ما نعرف. والحمد لله على كل حال. انا تنطلب من المحسنين وتطلب من المغاربه عامه المسلمين تعاونوا ويحسوا بيا، حيت انا ماشي قاريه ولا باش نمشي نشوف لي شي خدمه اللي غادي تهزني انا ولادي ولا، وكل شيء تبغي يستغلك وكل شيء تبغي يحقرك. تنتعرض بزاف الحوايج ما خليت فاش خدمت، ودابا باش التزم تقول زعما باش نبعد من هاد الفتنه كامله، نهني راسي من هاد المشاكل، نقول زعما نستر راسي بهاد النقاب الى طولت الله ورسولي، ونتحفظ من بزاف الحوايج وباش نبقى مقرا ونخدم على ولادي ونكون قريبه من ولادي. وانا تنتمنى الناس اللي غيحسوا بيا يتعاطفوا معايا على وجه الولاد اللي عندي، هادي ثلاثه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.